مساء الخير، اهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد مع من القاهره ومتابعه تتواصل معاكم حتى حوالي 11:30 مساء بتوقيت القاهره على شاشه قناه النيل الاخبار. ودوما الانجازات لمصر ومواجهه جاده مع كثير من التحديات اللي بتواجه مش بس مصر لكن المنطقه العربيه والافريقيه والعالم اجمع. وصل السيد رئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل للمشاركة في القمة الإفريقية الأوروبية التي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي. نتابع. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والإفريقي، وذلك لتعزيز أطر الشراكة بينهما ودعم التعاون الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا. حيث تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال القمة إلى دعم التنمية الاجتماعية والإنسانية وقضايا الصحة والتعليم في القارة الإفريقية بهدف تعزيز الاستقرار بالقارة. ولدى وصول سيادته مطار بروكسل الدولي، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة في بلجيكا وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل. وكذا الجالية المصرية. كيف تبدو الشراكة المستقبلية بين إفريقيا من جانب والغرب من جانب آخر؟ بتأكيد هذا المنتدى حول المشاركة والتعاون بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي هي واحده من الادوات الكفيله بتحقيق التطلعات المنشوده، الحراك ربما المعطيات الجديده اللي ممكن تحكم هذا المشهد، بالاضافه طبعا الى الثقل المصري في هذا الاطار. بينضم الينا المزيد من المتابعه على الهاتف سياده السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه سابقا. تحيه لحضرتك سياده السفير، مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني ها هي مصر تطرح دوما كنموذج إفريقي واعد عندما نتحدث عن تحقيق التنمية المنشودة بالنسبة للقارة السمراء، وأن ينظر لها أيضا من الجانب الغربي أو الأوروبي تحديدا كشريك على قدم المساواة. كيف يمكن أن يرسخ لذلك هذه الفعاليات التي تشارك فيها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طبعا أستاذ ريهام، الدورة السادسة لقمة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي يعني بتأتي تحت عنوان هام جدا، قارتان برؤية مشتركة حتى 2030. أوروبا هي شريك رئيسي سواء لمصر أو للقارة الأفريقية، ونشأت آلية الشراكة في القاهرة عندما صدرت خطة عمل القاهرة في الاجتماع الأول عام 2000، ووضعت أسس هذه الشراكة اللي بدأت تناقش عبر دوراتها، ونحن الآن في الدورة السادسة، قضايا التنمية، قضايا السلم والأمن، التحديات المشتركة، مع التركيز على هموم القارة الأفريقية ومساعيها لأن تساعدها أوروبا في اندماج اقتصادها في الاقتصاد العالمي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، في دعم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والاعتماد على الطاقة المتجددة. طبعا استضافة مصر للكوب 27 بتطرح نفسها في كل المحافل الإقليمية والدولية اليوم، سواء كانت مشاركة الرئيس في باريس أو زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أول أمس، أو زيارة القائمة حاليا للسيد سامح شكري في بروكسل في زيارة اللجنة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ. كمان موضوعات جائحة كورونا وما تستدعيه من عدالة توزيع الأمصال وتوطين تكنولوجيات اللقاحات في الدول القارة، كلها مجموعة من القضايا المطروحة أمام هذه الشراكة، بالإضافة طبعا لأن هناك توقع لإطلاق حزمة استثمارية أوروبية ضخمة باتجاه أفريقيا. السيد الرئيس دائما ينادي بضرورة الاستثمار الأوروبي في أفريقيا حتى يتم القضاء على الإرهاب والهجرة غير الشرعية من خلال توطين أبناء القارة في بلادهم. نمط الشراكة دي
أستاذة سيكون مبني على موائد مستديرة تعقد ثيماتيك، يعني حسب المواضيع. في مواضيع هتكون عن تمويل التنمية أستاذة ريان، النظم الصحية وإنتاج اللقاحات زي ما ذكرنا، الزراعة، التعليم، الهجرة، كل القضايا القطاعية المرتبطة بالأمن والسلم والحوكمة، توطين القطاع الخاص، التغير المناخي كما ذكرت، كلها عناوين لموائد مستديرة على مدار يومي الخميس والجمعة القادمين سيتم بحثها ليصدر في النهاية الجوينت فيجن 2030 أو الرؤية المشتركة الإفريقية الأوروبية 2030 في بيان ختامي يضم نتائج أعمال الموائد المستديرة والرؤية المشتركة للجانبين. أنا بشكر حضرتك على هذه المداخلة سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية سابقاً.